تعليق حضرتك على فوز مرتضى منصور للمرة الثانية برئاسة لجنة الأندية بالتسكية؟ طبعا انا ببارك له طبعا بالثقة في الأندية، لجنة الأندية اللي هي أدتها له. يهمنا التعاون في الفترة اللي جاية، يهمنا الالتزام باللوائح الموجودة في اتحاد الكورة. المستشار مرتضى منصور يمكن من الشخصيات الجميلة جدا اللي ممكن تتعاملي معها، في ما فيش اختلاف بيننا وبينه، ما عندناش اي اختلاف ان يبقى متواجد في لجنة الأندية. يمكن الناس صورت ان المستشار مرتضى منصور لما يجي يبقى هيبقى في خلاف بينه وبين الاتحاد، انا بقول لهم ما فيش اختلاف، لان اساسا كل واحد عارف الاختصاصات اللي عليه وعارف اللي بيعمله ايه. ويا ريت لجنة الأندية، انا بقول له من دلوقتي يا ريت لجنة الأندية تحاول فيها من دلوقتي ان هي تبقى رابطه، وشوفوا الانديه اللي هي ما خلصتش ساعدوها، شوفوا اللوائح الموجوده بره اللي موجوده وتعالوا طبقوها، وخلينا نبقى في الاخر رابطه انديه محترفه. طيب السوبر هيتلعب في مصر ولا بره؟ لا السوبر هيتلعب داخل مصر، ما عندناش عروض خارجيه، لكن انا قلت ساعتها لو جاتنا عروض خارجيه لدعم صندوق مصر، احنا ما عندناش مشكله ان احنا نلعبه بره بموافقه الناديين، وهنروحوا برضه نلعبه، لكن لغايه دلوقتي ما فيش ولا عرض، فبالتالي القائم في مصر ان شاء الله اقامه السوبر ان شاء الله. جمهور ولا لا؟ ده الناديين، نادي الاهلي والزمالك ناديين كبير جدا، ليهم جمهور عريق كبير، تحديد عدد الجماهير اللي هيخش فيه من عدمه دي هترجع لحتة أمنية بخصوص اللي هي الحاجات اللي بتحصل حاليا من الجماهير، يمكن دي هيبقى ليها تأثير في قرار الداخلية وتأمين المباراة في حالة دخول جماهير. حضرتك شايف مشوار كابتن شوقي غريب ومنتخب مصر إزاي؟ أنا شايف الكابتن شوقي غريب الخطة اللي قال عليها هو ماشي بيها، هو قال إن احنا عايزين نعمل معسكر الفترة دي وفترة التجمع، ما طلبش مباراة، يمكن المباريات اللي عملها الودية اللي قبل كده حددت له قوام المنتخب، في عنده لعيبة ظهروا في الفترة الأخيرة، أكيد هو عارف مين اللي هيضم ومين ما يضموش، هيعلن عنهم في يوم 24. أنا عندي ثقة إن هو وجهازه عندهم رؤية كبيرة جدا، وإن شاء الله بإذن الله هيساعدونا في الفترة الجاية ويفرحوا المصريين بإذن الله. رغم الأجهزة اللي كانت برضو موجودة قبل كده، يمكن ما وصلناش كأس عالم في لفترة طويلة جدا، يمكن من سنة 90 لغاية دلوقتي، ففترة طويلة. إن شاء الله بإذن الله الجهاز الفني شوقي غريب والمجموعة بتاعته إن شاء الله يكونوا قادرين يوصلونا كأس العالم في الفترة اللي جاية، ويبقى اختيارنا ليهم كان اختيار موفق، يا ربنا وفقهم وإن شاء الله يكون التوفيق من حظهم. يعني الدوري هيبقى مجموعتين ولا مجموعة؟ اتحاد الكورة احنا قلنا الدوري مجموعة واحدة، لكن في بعض المواقع وبعض الصحفيين ليهم رؤية تانية بيقولوا انها مجموعتين، احنا بنأكد لهم تاني ان احنا طلعنا القرار بتاعنا مجموعة واحدة، وكلمة تأمين مباراة الاهلي او المصري ده كلام احنا بنرفضه، لان احنا في الاخر بنعمل دوري مصلحته ان هو يكون دوري قوي، دوري المصري لازم يكون قوي، يمكن احنا تراجعنا كتير في الدوري المصري في المنطقة العربية كدولة رائدة، تراجعنا فيها في الدوري أفريقيا وإحنا دولة رائدة، تراجعنا فيها عالميا وإحنا لنا سبق فيها في كأس العالم، فالنهاردة لازم إن إحنا نبقى ملتزمين بدوري قوي الدوري المصري ويرجع لقوته، ويبقى على الأقل الدوري المصري لتواجد على الشاشات العالمية والعربية. طيب الاهلي هيلعب في بورسعيد؟ لا هي مش احنا لسه ما حددناش هيلعب فين، لكن احنا عارفين ان احنا هنقول ايه للامن هيلعب فين، يمكن السنه اللي فاتت المصري لعب في استاد عجرود ولعب كل الفرق بتاعت المجموعه بتاعته، ولو صعد للدوره الرباعيه كان هيلعب مع الاهلي برضه في عجرود، فما عندناش مشكله ان احنا الملعب يبقى فين، وهيبقى فيه موجود وهيبقى فيه توافق فيه مع الانديه ان شاء الله. كمان رأي حضرتك في مقترح المستشار مرتضى منصور بشأن الألتراس والبطاقة وإن هم يسيبوا بطاقتهم قبل التذكرة، رأيك إيه في المقترح ده؟ هيناسب الوضع؟ والله هو العالم كله بره، كل واحد فيهم عارف تذكرته بيبقى موجود فين في الملعب،
وبيبقى متحددة ومعاه طول السيزون يعني موجودة، هو مكانه موجود ما بيتغيرش. ولو أدل كمان التذكرة بتاعته لحد تاني بيبقى يتعرف وبيتمنع من دخول الملاعب خالص. الفكر ده لو اتطبق في مصر هيبقى فكر طبعا اللي احنا كنا بالنادي بيه، ان لازم قبل ما حد يخش تبقى انت عارفة رئيس النادي او مجلس ادارة النادي يبقى على دراية بالروابط اللي معها، ينزل لهم، انا قلت قبل كده ينزل لهم ويبقى موجود معهم، وهم كمان يبقوا متعاونين مع النادي بتاعهم. الفكرة دي هتحتاج منه مجهود، طبعا فكرة كويسة هتبقى عايزة محتاجة مجهود وعايزة كمان ان انا اشرك منهم الناس الكويسة فيهم، اشركهم معايا في اختيارات الناس اللي هي سبب المشاكل او اللي بيسببوا مشاكل عشان حرمانهم من الدخول خالص، يبقى دول عبرة للباقيين. طبعا اللي حصل مع المستشار مرتضى منصور يمكن طبعا حاجة كلنا بنستنكرها، لان ما ينفعش ان الرياضة تتحول في الفترة الاخيرة تحولت الى عنف كبير جدا، ما ينفعش. احنا خدنا فترة قلنا خلاص العنف ابتدى يقل، طبعا اللي حصل مش مقبول من اي حد، وانا معاه بقول له بطالب برضو كل اللي في المجال الرياضي الحاجات دي لازم ننفضها كلنا، ما يبقاش في حد بيقول او لا. ما ينفعش العنف، ما ينفعش التعدي بالضرب، ما ينفعش حتى التعدي بالقول، يعني لازم ان احنا نراجع نفسنا ونظبط حياتنا تاني لصالح مصرنا اللي احنا عايزينها. أزمة التلفزيون وشراء الدوري وصلت لإيه؟ وهل في قنوات حصري للدوري؟ لا، هو ما فيش أزمة بيننا احنا كاتحاد كرة والتلفزيون، لان احنا محسومة عندنا الأمور. هو يمكن بعت عرض كمان ان هو عايز ياخد الدوري المصري، وانا حاسس ان العرض اللي جاني دلوقتي بيفكرني بالسنة اللي فاتت بعد ما انا تعاقدت مع التلفزيون المصري ب70 مليون، جاني عرض من شركة نفس الشركة اللي هي النهاردة، جاني عرض ب95 مليون، وكانوا طالبين ان هم يحولوني للنائب العام باهدار مال عام. فالنهاردة ما ينفعش ان انا بعد ما تبقى في مزايدات مع الاندية وتم الموافقة عليها من الجهات الادارية واطرحت، التلفزيون المصري ما دخلش فيها، والنهارده بيطالبني ان انا اتعاقد معايا بعد الانديه ما تعاقدت على عقود كافيه بالنسبه لهم، هم حاسين ان هم فلوسهم جات لهم. ما ينفعش ان انا اتكلم فيه تاني النهارده كعرض مع التلفزيون. اما بيع حصري، فالحصري ده احنا عندنا الحصري مشفر، ده مرفوض اساسا، لكن حصري مفتوح للقنوات احنا ما عندناش مشكله، يعني قناه ان هي بيتباع لشركه معينه وهي اللي بتبيع، ده اسمه حصري مفتوح، يعني يبيع لكل القنوات اللي هي عايزة. وده هو الشغل اللي احنا عايزينه، ان التلفزيون يبقى القنوات اللي بتذيع الدوري مش قناة واحدة، تبقى قنوات مفتوحة سواء عربية او اجنبية. حطينا شروط للشركة واتكلمت معهم، شروط من ضمن الشروط الاولانية ان هو يمنح حق المشاهد المصري العادي البسيط اللي هو لا يمتلك الرؤية على الساتلايت ولا القنوات هتكلفه كتير، يتفرج عليه على التلفزيون الارضي بس الارضي، ودي اديناها منحه للتلفزيون الارضي التلفزيون المصري. الحاجه الثانيه قلت له ممنوع ان هو يبيع القنوات معاديه لجمهوريه مصر العربيه دولها، مش سواء اجنبيه او عربيه، وكمان اشترطت عليها قلت له حاليه او مستقبليه، يعني النهارده يبقى مش النهارده، ممكن يكون معادي بلد صالحنا معاها لكن طلعت لي بلد ثانيه، فما ينفعش لا حاليا ولا مستقبليا. هو ابدا استعداده، ده في هيبقى في الاتفاق اللي بيننا وبينه، ان هو يبيع لحق التلفزيون المصري ان هو يشتري، وقال ما عنديش مشكله التلفزيون المصري يشتري، وحتى لو اتفاوض معايا بقيمه احنا نتفاوض معاه بقيمه على حسب برضه هو التلفزيون المصري. اتفقت معاه برضه ان خلال الفتره كلها اللي هو بيبيع فيها في التلفزيون انا مش مسؤول عن اشاره البث، وقال لي انا ما عنديش مشكله فيها، ان هو اللي هيلتزم بدفع اشاره البث. فالنهارده الناس كلها تقول لك اشاره البث ممكن تبقى 50 مليون، 80 مليون، 90 مليون، لما تاخد تلفزيون مصر ما ياخدها، يبقى دخل ايراد لي ويشتري هو كمان كقناه فضائيه، ويشتري من الشركه ويشوف هو هيوفر لايه لنفسه. الحاجه الثانيه ما تبقاش بالعداوه بينك وبين اي حد كتلفزيون. النهارده انت تقول الاشاره انا هتحكم فيها، طب ما هو برضه ممكن يتحكم فيك في بيع المنتج ليك انت، يعني لازم يبقى في حاجات توافقيه، تبقى حاجات مظبوطه بين الاثنين يعني.
طيب الالتراس وازمتهم حضرتك شايف ايه الحل ان احنا ننهي ازمه الالتراس والبيانات بتاعتهم واذاعتها؟ لا انا قلت الزهره دي قبل طبعا ما تحصل الحاجات الاخيره دي، قلت طبعا ان احنا لازم ننزل ليهم ونقعد معاهم ونتكلم معاهم كانديه مع روابط بتاعتها، فيهم الكويس وفيهم الوحش، مش كلهم وحشين. تعاملت مع ناس فيهم محترمين جدا 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 جدا، ويمكن الغالبيه منهم هتبقى بتشجع ناديها لمجرد ناديها. انا بطالب برضو هم نفس الروابط ان اللي حسوه شز عنهم في الفكر كتشجيع لنادي هم اللي يرفضوه، وهم يجوا الرئيس ناديهم يقولوا احنا رفضنا فلان وفلان 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 مش هيكونوا معنا، ويبداوا صفحه جديده لصالح النادي ولصالح البلد، لان احنا محتاجينهم ومحتاجينهم كمان كمنتخب في المنتخبات، تشجيع المنتخبات يعني احنا عايزينهم برضو. فمنعهم من دخول المدرجات ده عبء كبير علينا احنا، وخساره كبيره لينا احنا كمان ان هم مش موجودين. يعني هي معادله صعبه، بس حلها ممكن يبقى من عندهم هم الحل، ان يرفضوا كل الناس اللي هي اللي مش كويسه في الروابط يعني. ومتى تعود الجماهير للاستاد مره ثانيه؟ ان شاء الله هيعود الجماهير اللي هي الملتزمه، اللي هي حاسه ان هي بتشجع ناديها، عايزه ناديها، اللي هي ورا منتخبها. لكن انا بقول للداخليه الشخص اللي بيخطئ حاسبوه، خدوه، طبقوا القانون، طبقوا القواعد الموجوده في الخروج عن النص، ما تستنوش عليه، طبقوا اللي بيحصل كله في العالم بره، في مشجعين العالم بره لما بيحصل بيخطأ بتلاقي الداخليه قصاده، خدوا موقف صح وانتوا قوي واحنا معاكم. نشكرك يا ريس في بوابة أخبار اليوم، حضرتك نورتنا، وبنتمنى إن شاء الله مستقبل للكرة. شكرا، الله يبارك فيك وربنا يكرمكم.